السلام عليكم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نزل الإمام أحمد بن حنبل في مدينة غريبة لا يعرفه سكانها، ثم ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى مسجد لينام فيه بعد أن بلغ منه التعب مبلغا عظيما. وعندما رأى الحارس الإمام أحمد بن حنبل في المسجد رفض أن يسمح له بالنوم فيه، فقال الإمام أحمد للحارس: سوف أنام عند موضع قدمي فقط. ونام الإمام أحمد عند موضع قدمه، فما كان الحارس إلا أن قام بسحب الإمام أحمد وأخرجه من المسجد. وكان الإمام أحمد شيخا ذا هيبة تظهر عليه ملامح الزهد والورع. فرأى خباز الإمام أحمد وهو خارج المسجد في قاعة الطريق، فعرض عليه أن يذهب معه لينام عنده في داره. فذهب الإمام أحمد إلى بيت الخباز، وكان من عادة الخباز أن يستغفر الله وهو يقوم بعجن العجين وخبزه. ولما لاحظ الإمام أحمد مداومة الخباز على الاستغفار سأله إن كان قد وجد لكثرة الاستغفار ثمرا، فأجابه الخباز: نعم، والله ما دعوت الله دعوة إلا استجاب لي ما عدا دعوة واحدة. فسأله الإمام أحمد: وما هذه الدعوة التي لم تستجب لك؟ فقال الخباز: دعوت الله أن يريني الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام له: أنا أحمد بن حنبل، والله إني جررت إليك جرا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.